الحكم بتاعكم ايه يا جدعان؟ بص يا باشا، انا بقول تلعب بتاع 200 ضغط. 200 ضغط؟ ايه البنك؟ انا مستني الصدمه دي اشوفها بنك قدام الكاميرا. ايه يا عم ازاي يعني؟ يعني والحكم التاني؟ الحكم التاني عندك حكم يا مسعود. الحكم التاني يا باشا، تخش مع تيم عشوائي قلب اخوك، كلمه يا باشا كبنت، تعمل كده بنت كده انسه، عايز اشوف المامون بنت. عامل راجل مش جدع يا تعمل شاذ يا ده يا ده. يا اسطى انت فاهمني ازاي؟ يا اسطى تفهمني ازاي؟ انا راجل قوي. يلا الحكم التالت يا ابو المامين، تحلق لا شعرك. استنى شعر شعري؟ لا شعري شعر صدرك. شعر صدرك مش مالك بالحوار؟ اخلق شعر. هو التحدي هو يا اسطى تحلق شعرك دلوقتي وتقول الناس انت الوان. يلا يا اما احلق شعري اعمل كده. رجاله دلوقتي انا هعمل الحكم التالت، هحلق شعري. وما كنتش ناوي اوصل للمرحله دي. النهارده يا جدعان جايين في تحدي جامد جدا من اتنين توكتوكرية يا جدعان، الدفعه واخويا مسعود. بقى رجاله تحدي النهارده ان هم لو جابوني 3 بوكس هيحكموا عليا اي حكم في العالم حتى لو الحكم ايه. فيا رجاله ما تنسوش اللايك بتاعكم واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان نوصل لكم كل جديد. واسف يا جدعان على الغيبه اللي احنا غبناها ديا، يعني بقى لنا 3 ايام ما نزلناش فيديوهات وده نادرا جدا لما بيحصل كده. فيا جدعان انا بس الفتره اللي فاتت دي كان ورايا حاجات بعملها، كنت متخاذل يا جدعان، ما بعرفش اكدب صح؟ والله يا جدعان انا بحبكم، والله ما اعرفش ابعد عنكم اقسم بالله، انتوا اخواتي، انتوا العيله بتاعي، انتوا اللي طب بصوا كده. ماشي. يلا رجاله هسيبكم مع الفيديو، مش هذا ممتعه، ما تنساش اللايك بتاعك، اشترك في القناه، تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واحلى مسا عليكم يا رجاله، هسيبكم مع الفيديو، مش هذا ممتعه. سلام. تعالوا هما كده كده يا جدعان مش عارفوا يحكموني لان انا ملك الاسماعيلي. بتوعكم ايه يالا؟ بتوعكم ايه يالا؟ عامل ريدو انت ساكت يا صعبه صعبه عليكو صعبه عليكو كو 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 كو. انتوا فين؟ احنا هنا اهو. ما انتوا فين يا ما تطلع يا 3 بوكس يا جدعان او 3 طاسه عادي. اهم حاجه عندي اللي هو ايه، مش هتجيبوني بوكس بس كده هتخسر كده كده. واحد يدمج واحد ايه واحد يبكي يا راجل. خد يوم. لا لا بس ايوه روح دم تف. لا لا دم تف دم تف. تعالوا لازم 3 بوكس هتعرفوا تجيبوها ولا صعبه؟ صعبه شكلها. روح روح. اوه بعد بعد ايه بس يا اسطى؟ اشمعنى هو بيفوت في مديات يا اسطى؟ عشان انا بصور يا حبيب قلبي. يا اسطى انا مش عايز العب على الكلاب. بادي ازاي فيك دمج؟ بادي ايه يا ابني؟ فيك دمج فيك دمج. انت كداب قوي. والله فيك دمج يا عم. لا بس. هو فين يالا؟ هو فين؟ اديله بوكس. بوكس؟ صعبة. اوه. او طاسة عادي، في طاسة وبوكس. صعبة عارف صعبة هي هتبقى صعبة عشان انت عمال تزعل على بتتزحلق كتير. يا اسطى ما جاش. يا اسطى انا بقول لك طاسه او بوكس اللي انت عايزه. هي الاثنين واحد يا اخويا. صعبه والله، انت بتفضل تتزحلق. اعملها ازاي دي انا وانت عمال تتزحلق لي على طول بقى؟ بص اهو شفت عمال يتزحلق. يا عم ما تزحلقش ما تزحلقش يا عم، مش هتزحلق. يبقى ما تلعبش مسدس، يبقى ما تلعبش مسدس. ماشي مش لاعبين مسدس. يا اسطى ما بعرفش العب سنايبر. ما تعرفش تلعب خالص. انت العب على على البوكس بس عشان ايه؟ يا اخي حريون. اه انت عمال يتعصبك يا اسطى، ماليش في السنايب. اي يا ابن اللعيبه يا ده فيو يا عي اللي نعلمه. لا يا حبيب قلبي مش احسبه برضه. ماشي خليك قاعد مكمبر ومبين. تعالى 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 مسعوس. يا اسطى يا اسطى يا اسطى مش شايفكو. صعبة صح صعبة يا عم. اقول لكم على حاجة، اتنين بوكس يا عم. يلا يا عم ماشي. ده دمه تف. يلا روح. اتنين بوكس شوف قللت لكم ازاي. يا مسعود يا لهوي. الحمد لله شكرا يا مسعود. الله حبيب قلبي يا مسعود. والله حبيب قلبي يا مسعود. والله اخويا يا عم، والله العظيم اخويا يا ابني. تعالى يلا دفعه. يلا ماشي الحمد لله الحمد لله. يس يا عم خليتها لكم التين بوكس مش 3. شوف بقى عمرك شفت حد بيعمل كده؟
تعالى يلا 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 مزوم بيجري ورايا مزوم يلا يا انت بتعمل فيديو اضرب مصعود اضرب مصعود اضرب مصعود وقف له وقف له يا جدعان امسكوا طاسه امسكوا طاسه يا جدعان امسكوا طاسه صعبه ما عنديش تصور يا اسطى كفر يا لهوي على الكلتين يا لهوي على الكلتين ملك السنايبر ملك السنايبر تعال بس بقول لك ايه خش يا ابني ده اربع كلات يا مسعود يا ابني انا بلعب على البوكس يا ابني والله بلعب على مسعود مفكر نفسه بويك بويك يا تاري بس انا مش عايز العب له على الكلات لو عدل على الكلات مش هسيبه في حاله انت قلت لي متعذب تيك توكريات مش اي فين طيب روح جاي لك جاي لك جاي لك جاي مسك مسك انا اللي بجري ورايا غبي مش هو اللي بجري وراك انت ما صوتك غبي يا سيدي انا اللي بجري ورايا مش هو اللي بجري ورايا هتبقى عيب في حقنا اللي هو انا اللي بجيب عايز اعمل اخد حقي بقى من مأمون فا 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 امسك خد تعال تعال اضرب يا عايز اضرب راسك بيجيبني ازاي واقف له وبخليه يضرب يا جدعان اقول لكم على حاجه اقول لكم على حاجه انتوا عشان سابتوا عليا يا ابني انت مالك انت في الحوار يا اسطى انا موجود ضحك يا بص انا اتضايقت من الفيديو بصراحه بص انا اقف لكم يا جدعان اهو اقف لكم مش هتحرك انت عصبتني انت جاي انت كده بتعصبنا يا اسطى مش بتلعب اوعوا العيال ماتوا من دلوقتي خلاص يا جدعان خلاص خلاص امسكوا طاسه يا جدعان اتعذبنا يا اسطى حرفيا طب خلاص اهو يا عم انا اهو انا اهو افضل واقف اهو افضل واقف الفيديو مستفز يا اسطى اتنين بوكس اتنين بوكس مش عارفين والله مش قادر يا تابوت اهو واقف لو واخد بادي واخد بادي واخد بادي واخد بادي يا عم واقف لك واقف لك يا دروس هتتفجر مش قادر الله يا ابني واقف لكم ولا بعمل اهو يا عم بص افضل واقف لكم والله الافضل واقف ها طب يلا والله الافضل واقف يا عم مش هتحرك لكم ارفع والله الافضل واقف وما هتحرك لكم والله يا ابني فاضل لكم 3 دقايق يلا والله في اهو انتوا فين واخد بادي ماشي انا اخش من هنا ماشي ماشي اكون هيلت يلا هلا ماشي هذا لكم واحد اهو قبلوني اذا جبتوها ايه ده مين ده الحمد لله الحمد لله دمجوا طيب 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 تعال ليه يا مسعود انت مدغدغه يا ابني اهدى بس اهدى مع الجو عنده يا عم انا اقف لكم تاني يا جدعان يلا ها ماشي لو راجل خليكم اهو شوف انتوا لما تفرشوا مش الا سنايبر يلا والله عشان تحكموني اهو اهو يا عم هو واقف لك يا مسعود طب تعال اهو شوف وقفت لك اهو ما اتحركتش يا عم يا عم الدفعه يا عم الدفعه انا هديله الطلقه وانت خش قبل عليه اهو واقف لكم انا بص رجلك انت
انزل. انت وين يا جدعان؟ انت مستفز فشخ. اوي بعد الفيديو ده اوقف لكم اوقف لكم زبالة ودانك يا محمود. اوقف لكم خش خش مش هتحرك الحمد لله والله لو اقف لكم في ال 40 ثانية دول. ها ايوه يا ابن الم... يا جوف يا ابن المغفر والله لو اقف لكم ال 40 ثانية اهو. روح روح يلا دمه تفى روح 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 بيجي بازي يلا يلا بس يلا يلا تعال يا عم اقف لكم تاني اخر واحده يا عم اقف لكم كمان اهو انا ضفاعه يلا 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 انا اللي بجري وراه يلا يا باشا التحدي بعد اذنك تعالى يابا بعد اذنك الحكم بتاعكوا ايه يا جدعان بص يا باشا انا بقول تلعب بتاع 200 ضغط 200 ضغط ايه البك بك ايه يا عم الحكم التاني الحكم التاني باش تخش مع تيم عشوائي قلب اخوك كلمهم يا باشا كبنت تعمل فيها بنت كده انسه عايز اشوف المامون عامل راجل مش جدع يا تعمل شاذ يا ده يا ده يا اسطى انت فاهمني ازاي يا اسطى تفهمني ازاي انا راجل قوي يالا الحكم الثالث يا ابو المقامين تحلق شعرك شعلق شعري لا شعري شعر صدرك شعر صدرك مش مالك بالحوار اخلق شعري هو التحدي هو يا اسطى تحلق شعرك دلوقتي يا اما احلق شعري اعمل كده فرجاله دلوقتي انا هعمل الحكم الثالث هحلق شعري وما كنتش ناوي اوصل للمرحله دي فكرنا احلق ولا ايه حد موجود بقى مسعود بقى يختار بقى المفروض يعني انا هختار الحكم وادخلك مع الناس خلينا انت يا اسطى ادخل مع بيت تدخل مع بيت امير 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 السلام عليكم ايه ده ده قريب اللي كان معاكم عامل حبيبي عندكم فول عندكم فول مين الهبيل اللي عم يعمل بالصوت انت كده مش واحد شاذ انت كده واحد خارج من العباسيه ياخد لفه مثل مين اللي عمل يعمل هذا الصوت لك تروح اروح لك فدوه يا قمر راح اروح لك فدوه والله راح لك فدوه والله من وين عمري من وين من وين عمري انت قول له قول له انت اللي في الصوره انت اللي في الصوره ده عمري ايوه اروح لك فدوه انت امور قوي انت امور قوي بجد لا سيبك من مسعود دلوقتي وخليك معايا انا انا وريني صورته كده وريني صورته يس يس ثواني ثواني 20 سنه عندك كام سنه 14 والله اني حبيتك والله ايوه كده خش اذا قلت لي بحبك بطيك سياره أيوة. الحاجات الجامده دي خش أيوة. اني بموت فيك احبك قولها لي تاني دودا يا بابا وش هذا قولها لي ايش فيك خدمات؟ مستحي مستحي اول مرة حد يقول لي بحبك اه يا عيني انت من وين من العراق؟ من البصرة ولا من وين؟ انا البصرة دزت شعبية عندك؟ ايه ايه دز لك شعبية؟ تعرف اطرف؟ ايه خليك بس كده وعلى حلقة